لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. احنا نطلب السلطات الولائية على أي أساس صنفت باسكو هذا الشيء اللي على بالي به أنها أعطت 10 تاع الإصدار. كاين البلدية اللي ما عندهاش حتى إيكيب في الولاية بأي تصنيف، رابع بلدية في الولاية ما يعطيوهاش تيران بوجر. يعني أنا قعدت نتساءل بأي طريقة كانوا يصنفوا. شكرا الأخ بوزين، أنا حبيت ما نفتحش الموضوع هذا اليوم لأنه أمسية تاع حفلة. الكلام اللي نقوله اليوم قلته في الصعود تاع الفريق في السنة الماضية، قلته على مستوى البلدية والصحفي تاع إذاعة جيجي الجهوية راهو هنايا عندي، ما هضرت في الإذاعة تاع جيجي الجهوية وقلت لهم الراجل في ولاية جيجل من المسؤول من نيميرو على ليبوك في لوكس هذاك من رقم واحد لوالي أنا ذاك وهبط يروح يواجهني، هضرت هذا الشيء هذا ما بقولش. هادو باش تكونوا في الصورة جماعة، الأمير عبد القادر حرمت من الملعب انتكابا من رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدي سامير عبد القادر. نقولوا نعاود بلي الولاية عديتك عند ولادها، سأمروا عليا سي بوزيد على ما تشعل واحد تهرب من الرقم واحد في الولاية اللي راح للي وراه لحقوا بهم ولا ملحقوا كاملة من عمرها، ولكن ربي الحق، ربي اسمه الحق، ربي اسمه الحق، ربي اسمه الحق وينصر الحق. هادو كاين اطراف حتى منا من سكان تازوز، اطراف من سكان تازوز لان ما لبيتهمش الرقابات الغير قانونيه اللي طمعوا ياخذوها بوزيد ويسويوها، وانتم على بالكم لحقوا داروا علاقات باموال مع المسؤولين نتاع الولايه، المسؤولين السابقين، المسؤولين الحاليين حاشا لله حاشا، وما رايحينش يلحقوا ليهم لانهم مضاف وشرفاء وجاو يحاربوا الفساد وجاو باش يكونوا ويكونوا الدوله الجديده. انا نتكلم على المسؤولين القدام. بالنسبه للملعب لما عطاونا الميزانيه تاع لابسيسيات للبلديات، اول مره رئيس بلديه في الاربيه دراجه شرطوان هذه نعطيها لكم مسجلة نتحدى بالوالي ونجيبو كوالي ونجيبو الوالي. أول رئيس بلدية قلت له أول مشروع في الميزانية اللي عطيتوني هو حصة الشباب، هو ملعب وعشوش اصطناعي. عندي مازال شون أعضاء الهيئة التنفيذية في الأربيتراج مازالوا حاضرين، يترأس اللجنة سيد الأمين العام للولاية هذاك راهو مشى واش يقول لي وكاع الكاع عمرة قال لك لابسيسية ما فيهاش الإصدار كومينو، هذا سان بروغرام نوتر بروغرام غير ما ندخلوش الإصدار في لابسيسية. أول رئيس بلدية قال أول مشروع يتسجل هو الملعب البلدي بالطرطون، أول رئيس بلدية وبالشهور ومسعد نتحدى وقلتها في الإدارة قلت له روح وجهني ماشي تخلطوا تحت الطوابق. للأسف ما سجلش الملعب بعد مدة نتا نقولك 20 يوم نسمع الكلام رئيس البلدية سجل الملعب الآخر سجلوا الملعب الآخر سجلوا الملعب، نلقى 10 بلديات سجلوا بالملاعب في نفس البرنامج في لابسيسيات. في الوقت وين رئيس البلدية الأول اللي طلب تسجيل الملعب هو رئيس بلدية سامير عبد القادر، وعندي شهود في شهود. مشيت للولاية درت درجة أنا ذاك درت درجة قالك دير لي فيش تكنيك درت لي بلا فيش تكنيك زيد عاود نعطيها للعنعطة بالأمانة العامة يطلبها الولي ما نلقاهاش، نعطيها لديوان الولي يطلبها لعينها ما نلقاهاش، وقاعد ندير رجع واحد النهار اخ مدير ملائي ومازال قال لي سيد الرئيس سي بون قال لي انت ديرونجيتو مرا بصوف لامر واش
قال لي راه باش نطبوا بلديه ونضافوا الاميره بالكذا في الملعب. وعندي الوالي رسميا، الوالي السابق رسميا في جلسه رسميه مع الهيئه التنفيذيه والمجلس الولائي، تكلم قال لي الملعب خليها عليا هذه حقره بالحرف الواحد، قال لي الملعب خليها عليا هذه حقره. دوك عامين عامين ورا الملعب، عاودوا سجلوا الملعب، مشاو للعاصمه. انا نقول ونعاود ويلا يجي شحال من سنه بدون مدير الشباب والرياضه، انا نقول ونعاود شحال من سنه ويلا يجي بدون مدير الشباب والرياضه، وراهم الاطارات نتاع ويلا يجي الرياضيين. انا مانيش ندير الرياضه، انا منتخب، انا ربحت العيد مع الدي جي ياس، ربحت العيد مع الوالي، ربحت العيد مع الامين العام، ربحت العيد مع رئيس الدائره، ربحت العيد مع المجلس الولائي، ربحت العيد مع الدنيا كامل من اجل الشباب الاميره عبد القادر. لكن هاد الشباب وهاد المسيرين تاع الفرق وين راهو من القنوات التلفزيه يشكيو ولا يمشيو للقناه الاذاعيه الجهويه هنا في جده ولا يكتبوا ولا يهزوا اللافتات ويروحوا يطالبوا الحقوق ديالهم سلميا، يرفعوا اللافتات ويروحوا يطالبوا الحقوق نتاعهم سلميا. بروبوزوا لميرا عبد القادر، طلعوا لي بروبوزيسيون العاصمه لميرا عبد القادر، مسجل الملعب ديالها. واش يديرنا نسيو دي جي اس مع الطرف اللي معاه؟ كي لحقوا على مستوى الوزاره رئيس البلديه غايب ما يحرش الوزاره، انا وكاك عاودنا الأميرة عبد القادر عندها ثلاث ملاعب بروسطة، الأميرة عبد القادر هذه عندها بروسطة، رانا غلطنا، الاستاد هذا نديبوه لبلدية أخرى، كاين بلدية جبلية ما عندهاش ولا فريق، عندها ملعبين بالعشب الاصطناعي، بالعشب الاصطناعي. كافي باش تخدم استاد، حنا على بالنا بالإمكانيات اللي عند البلدية تاعنا، مي الولاية راح نصنفوها بالبيروقراطية وبالمحسوبية بكل أشكال. يعني انا بنت لي حقره للبلديه تاع الامير عبد القادر، بنت لي وبالاخص تاسوس فيها جميع 60,000 نسمه ما فيهوش فيها غير النجوم، يعني سي فريغا ماتيكو مازال ما تنتجش، ماتيكو سي فريغا جماعه، يعني تروح تاكسنا منطقه جبليه، احنا ما راناش تنظر في تاكسنا، انا ماذا بيا تستخدم الجزائر كامله ما في الصحراء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.